في هذا الفيديو غادي نشارك معكم كوكيز اللي كيجي سهل بمكونات اللي بسيطه يمكن لكم انكم تصايبوهم بسرعه والنتيجه ديالهم رائعه الصراحه. غادي نجربهم معكم وفي نفس الوقت غنشارك معكم النتيجه ديال هذا الكوكيز. في هذا الكوكيز غادي نحتاجوا الزبده. بالنسبه للزبده انا غادي نخلط الحيوانيه مع النباتيه، وانتوما يمكن لكم تستعملوا اي زبده تكون نوعيه جيده. من الاحسن انكم تكون الزبده ديالكم بحراره المطبخ. غادي نحتاجوا سكر كلاصي، ضروري يكون مغلبل. الكميه ديال السكر كلاصي على حسب نتوما الحلاوه اللي بغيتو، تقريبا انا غادي ندير واحد نص كاس. غادي نحتاجو الفاني، من الاحسن تستعملوا الفانيليا السائله، والا ما توفرتش عندكم يمكن لكم انكم تستعملوا فاني بودر. بالفوي غادي نخلطوا المقادير مزيان حتى تندمج مع بعضياتها وتعطينا شكل كريمي. يعني غادي نخلط هذاك السكر كلاصي، داكشي علاش قلت لكم من الاحسن انه الزبده تكون بحراره المطبخ باش ما تلصقش لكم في الفوي كما لصقت لي انا، ولكن غنحاول انني نخلط المقادير مع بعضياتهم حتى تعطيني شكل كريمي. كيف ما شفتوا معايا كنحاولوا اننا نحركوا مزيان حتى كنحصلوا على شكل اللي هو كريمي. من بعد غادي نضيفوا الطحين تدريجيا، الطحين من الاحسن يكون نوعيه جيده. صافي غادي نبداو نخلطوا المقادير حتى تندمج معانا. صافي هذا هو القياس اللي غادي نخلطوا فيه. غادي نزيدوا مكسرات، بالنسبه للمكسرات ضيفوا الحاجات اللي عندكم متوفرين عندكم. ضيفوا الكميه ديال المكسرات اللي غادي تعجبكم وفي نفس الوقت كمية المكسرات اللي عندكم. غنخلطهم مع بعضياتهم. غادي تجمع لكم العجين على هذا الشكل ملي غادي تشوفوا ها هي العجين ديالنا. من بعد غادي ناخذ جوج وريقات، غادي نحاولوا اننا نزيدوا اللوز والكركاع والبيستاش من الفوق هكذا باش يجينا مزين وشابع لوز وكركاع. هاد الكوكيز زوين للوليدات هكذا يديه معاهم في لانش بوكس ديالهم او الفطور ديالهم. المهم حنا غاديك لانش بوكس اونتر بارونديز ولينا كنسميوها، ولكن المهم كيف ما كان الحال كتعطيهم الفطور شي حاجه صحيه طبيعيه 100%. هنا كيفاش كيف غتشوفوا معايا انا ما عنديش ورق ديال الطهي تقاد عليا، غادي ناخذ هذا الورق اللي كنجيبو منه كنجيبو فيه الخبز، غادي نقطعو على هذا الشكل كيف ما غادي تشوفوا معايا بحال هكذا. غادي ناخذ العجين ديالي غادي نفردو هنايا فوق العجين ديال الطبخ بحال هكذا كيف ما غادي تشوفوا. غنحاول انني نطلقو بالمدلك، هانتوما غنحاول انني نطلقو بالمدلك واحد شويه. من بعد غادي نعاود ندردر فوق منه شويه ديال البيستاش هكذا كيف ما غادي تشوفوا، وندردر فوق منه شويه ديال القرقع. القرقع حاولوا انكم غير تهرسوه بين يديكم بحال هكذا.
هكذا باش يجيكم داك الكوكيز يجي شويه عامر ومغذي في نفس الوقت. صافي هنايا كيف ما غادي تشوفوا معايا درت ليهم هلا هكا، غنحاول انني ندخلهم في العجينه كيف ما شفتوا هكذا، ونحاول انني نعاود ندير ورق ديال الطهي بحال هذا الشكل، وغادي نعاود نضغط عليها على هذا الشكل اللي شفتوا معايا. صافي هنايا كيف ما غادي تشوفوا معايا، غادي نحاول انني كنفردها مزيان، ويا اما تقطعوها بالموس يا اما شوفوا شي قطعه عندكم على حسب الشكل اللي سميتو. من بعد غادي تدخلوا هاد الثلاجه واحد المده تقريبا ديال 10 دقائق ولا ربع ساعه، عاد غادي تطيبوها في الفران. يعني ضروري تدوز من الثلاجه واحد المده غير تشد راسها باش ما تحلش لكم. ها انتم الشكل ديالها هكا كيجي هكا كيجي. صافي انا غادي نقطعها وغادي نديرها في هذا المول، غادي نقطعها وغادي نديرها في هذا المول وغادي ندخلها للفران. هنا كيف ما غادي تشوفوا معايا غادي نقطعهم هكذا غير بالكاس، وكنحاول نضغط عليهم، ماشي مشكل الا تهرسوا لي دوك غير ما يتهرش الكاس دوك الحبيبات ديال اللوز ماشي مشكل. نحاول كاع نضغط عليهم. صافي من بعد كنهزهم على هذا الشكل هكذا هانتوما، غادي ندخلهم هنايا. المهم لقيت ان ديك القطعه جاتني كبيره على المول ديالي، المهم غادي نعاود تهزيت كاس واحد اخر وقطعتها على هذا الشكل هانتوما، ونقدر غادي ندخلهم الفر يا اما ندخلهم الفران هكذا يا اما ندخلهم الثلاجه حتى يشدوا راسهم وعاد ندخلهم للفران. صافي هنايا غادي نسد في هذاك القياس كامل اللي بغيت اللي صاوبت، كتحاولوا تضغطوا عليهم شويه هكذا باش كياخذوا القياس ديال المول ديالكم. هنا كيف ما غادي تشوفوا معايا هذا هو الكوكيز، هذا هو الشكل ديالو. هنايا هادو راه درناهم في الثلاجه حتى بردوا، ملي كيبردوا باقي ما طايبينش، كنديروهم في المول الا بغيتو ديرو هكا. ممكن ديكم ديروه غير في وعسل كلكم ديروه غير في سميتها غير في الطاوة من الصباح وانا كنغوت عليهم باش يخليوني نصايب هذا. المهم هذا هو الشكل ديالو النهائي. هانتوما غادي ناخذوهم من هنا كتستفوهم في الطاوة هكذا، وهادو ها هما اللي صايبت ليكم ملي درتهم في الطاوة ديال في داك المول. صافي هادو حيت خرجتهم من الثلاجة، يعني الا عندكم طاوات قلال يعني بغيتو دير واحد الكيمياء طيب، الكيمياء الاخرى ديروها في الثلاجه هكذا باش ما غادي ما حتى حاجه. هانتوما ملي غادي نوريهم لكم راه كيجيو زوينين ولذادين وهكذا صحيين للوليدات الصغار، هانتوما صحيين مقرمشين فيهم اللوز القرقاع فيهم كاع الفوائد الصحيه. وكيف ما شفتوا مكونات اللي هي بسيطه كتعطيك كوكيز اللي رائع ولذيذ. يمكن لكم انكم تعوضوا المكسرات بالكوك او الزنجلان او لاي حاجه توفرت عندكم. المهم الا بغيتوني نشارك معكم غريبه اللي كتجي حتى هي بريستيج زوينه ولذيذه بزاف او لا الفقاس، خليوا لي كومونتير وانا ندير لكم فيديو خاص بالطريقه ديال التحضير حتى هي سهله وكتوجد في دقائق. نتمنى ان الفيديو يكون نال اعجاب ديالكم ولا عجبكم، ما تنساوش اللايك والاشتراك في القناه وتخليوا لي كومونتير زوين بحالكم باش تشجعوني ونجيب لكم الجديد.